بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني السلام عليكم. هذه بريس صنع محلي. البريس هذه يا سيدي باش نوريوها لخيانا الزملاء السيكليستي يجوا يصنعوا كيفها، فما شكون يحب يصنع كيفها، نوريو كيفاش. هذه سهله ياسر، ما تكلفش حتى 100 دينار. نبعدوا على مشاكل نتاع المطرقه، نبعدوا على ضرب المطرقه، والحلين ساهل. مثلا باش نحلوا بها في البروكان، نستعملوها باش نخرجوا بها، نرشوا بها رولمونات، نرشوا بها. سهله ياسر، تصلح كان للسيكليست. هذه تعاوننا برشا باهي. الصنع نتاعها ساهل ياسر. ناخذوا مكدرمو، نعملوا مكدرمو. الكادر هذا تيب كاري داير على الكل. او شوف، ناخذوا فيران كريك نتاع كهرباء 10 ترانات 15 تورناطا، ساهل ياسر. نخدموه كيما هو، نسوديوه من الفوق، نعملوا ايكاريت لهنا، نسوديو اكس ما 20 ولا 22 ولا 24 يكون خشين باهي وقوي. نعملوا معاه واحده بينيون ولا حاجه ما تمدوره باش نسوديوه بالكدا يقوى في القعر نتاع الكريك. هذه البرا اللي نضربوا بها، هذه باش نكبسوا بها الزيت، الخروج نتاع الزيت باهي. عندنا كاليت نعملوا، معناتها كل كاليت هذوما باش نكاليو بهم الفين بروكان، نخدموا بهم، نخدموهم بلانداج بلانداج كيف كيف. عندنا تيب نعملوا فير كاري عريض شويه لهنا باش هو معناتها نخدم هذايا يطلع ويهبط، نعملوا له مسامر تحته ولا نعملوا كاليت من هنا هاكا واقفه الكل. عملنا لها ساقين نخدموا بها، سهله ياسر. كيفاش نجموا نخرجوا معناتها اللاكس من غير ضرب؟ هاكا ناخذوا معناتها كان باش نخرجوا اكس نتاع 16 كيما هذه في البروكان نتاع انهاش 80، ناخذوا اكس اقل، لاكس يكون هي 16 ناخذوا 15، هي 15 ناخذوا 14، هي 18 ناخذوا اقل. ديما باش يبدا الضربه مليانه. نشاهدوا كيفاش نخدموا بها. شوف كيفاش تخرج، تخرج مليح باش يراوها. هاكا خرجت اي حاجه نجمو نخرجوها ما غير ضرب مطرقه، ما فيها مشاكل. حشين الجعبة هذه قد ما تبدا طويلة قد ما تبدا باهية، ضربة مليانة هكاكا، ونجمو نخرجو بسهولة تامة. ننصح بها وخيانا السيكليستية يصنعوا منها باهية ياسر وما تكلفش. والسلام عليكم ورحمة الله.